يا هلا من هنا البداية، حياكم الله. أنا جمال المعيقل، أرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. في الوقت الذي يتسابق فيه الكثير إلى الرجوع للوطن والجلوس في هذه الأزمة بين العائلة والأهل، قرر 250 طبيبا سعوديا البقاء في فرنسا ومساندة زملائهم في الكوادر الصحية هناك، إذ تعد فرنسا من أكثر الدول التي تواجه ازدياد في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. لنكثر الكلام عن هؤلاء الأبطال حول موقفهم الإنساني، فما هم إلا امتداد لعطاء هذه الأرض وقيادتها وشعبها. ينضم معي للحديث حول هذا الموضوع عبر سكايب الدكتور عبد الرحمن الجعيلي، الطبيب المقيم تخصص جراحة القلب والشرايين في المستشفى الجامعي في مدينة تولوز بفرنسا. حياك الله معنا دكتور عبد الرحمن. حياك الله، وأحب أمسي عليك أخوي جمال ومسي على المشاهدين بخير. أهلا وسهلا، بداية تحيتنا لك ولكل زملائك الأطباء الذين قرروا أن يتخذوا هذا الموقف الإنساني في هذه الظروف الصعبة. بداية دكتور، لو تعرفنا بكم أنتم الموجودين هناك وعن المبادرة اللي اتخذتوها. طبعا الحقيقة المبادرة هي امتداد للعمل اللي احنا نسويه من بداية وجودنا في برنامج الابتعاث. يعني احنا نشارك اطباء في التدريب الكلينيكي بجانب زملائنا في فرنسا. طبعا اللي حصل بعد ازمه وجائحه كورونا، تعرض النظام الصحي في كثير من دول العالم، يعني من ضمنها فرنسا، الى ما يسمى باغراق للنظام الصحي، مما تسبب في حاجه كبيره للاطباء. من هنا جاءت المبادرة، تم من خلالها إغلاق كثير من الأقسام الطبية وإعادة دفع الكادر الصحي نحو مواجهة كورونا ومرضى كورونا. فمن هذا المنطلق يعني احنا حاولنا ان نكون موجودين مع زملائنا الاطباء في فرنسا لمواجهه هذا الفيروس. دكتور، وش التخصصات اللي يعمل فيها الاطباء اللي 250 السعوديين؟ طبعا هي تخصصات متعدده، احنا نتكلم عن تقريبا 38 تخصص طبي موزع على اكثر من 30 مستشفى جامعي في فرنسا. طبعا كلهم يمارس عمله قبل الازمه، ولكن بعد الازمه تغير التوجه، صار يعني مخصص فقط لمواجهه هذا الفيروس. فكلنا موجودين في مواجهه هذا الفيروس وموجودين يعني في ارض الميدان. يعني دكتور، اليوم فرنسا من ضمن الدول الاعلى، هل عندك احصائيات وارقام حول حالات الاصابات والوفيات هناك؟ طبعا الارقام تعلن بشكل يومي في فرنسا، احنا نتكلم اليوم عن حوالي 83,000 حاله مثبته بالفحوصات الطبيه، ونتكلم عن حوالي 4,300 حاله وفاه. نعم. طيب، فيما يتعلق بسلامتكم أنتم كممارسين صحيين اليوم، معروف أنه أنتم من أكثر الناس عرضة للإصابة بالفيروس، وش الإجراءات اللي تتخذونها لحماية أنفسكم هناك؟ طبعا احنا خلال العمل يعني نتعرض العشرات من المرضى كورونا في فرنسا. طبعا كثير من الاجراءات احنا نتبع اجراءات طبيه متبعه، منها التباعد الاجتماعي، وعند التعامل مثلا مع المرضى نستخدم الادوات الوقائيه والاجهزه الوقائيه، ونحاول قدر الامكان يعني اتباع البروتوكولات المكتوبه من ضمن البروتوكولات اللي تكتبها المستشفى، والمتوكلين على الله ان شاء الله والله الحافظ. دكتور، يعني من منظور طبي اليوم فرنسا كيف وصلت لهذا الرقم؟ طبعا يعني تقريبا من بداية الجائحة ما كان في فكرة او استيعاب كامل عن سرعة انتشار الفيروس. طبعا احنا عندنا في السعوديه كانت الاجراءات مبكره وسريعه، لكن بالنظر للدول الاخرى كان فيه نوع من التباطؤ ادى الى سرعه الانتشار الفيروس، وبالتالي اغراق مستشفيات بحالات كبيره من المرضى. فاتوقع انه كان فيه يعني جزء منه تاخير وعدم يعني رده فعل سريعه ضد انتشار الفيروس.
لو باخذ التجربة السعودية اليوم في مواجهة الجائحة، والتجربة الفرنسية، وربما تجارب دول أخرى أيضا في أوروبا، كيف تصف الإجراءات هنا وهناك من ناحية نجاعتها، من ناحية تطبيق هذه الإجراءات وتحقيقها ومنع انتشار العدوى؟ حقيقة يعني من بدايات انتشار المرض، يعني كان فيه نوع من يعني احيانا يصير في سؤال من الزملاء هنا في فرنسا عن الاجراءات اللي صارت، فكانت يعني احنا كنا يعني متقدمين عنهم يعني تقريبا باسبوعين او 3 اسابيع في الاجراءات اللي صارت، مثل اغلاق الحدود، النصائح التباعد الاجتماعي، فرض حظر تجول، فكنا احنا متقدمين عنهم بمراحل. واتوقع هذا الشيء الان ينعكس على الارقام، يعني اذا انت تقارن الارقام عندنا في السعوديه والارقام في فرنسا اتوقع انه واضح الفرق، يعني عن يعني احنا كنا سريعين حقيقه، والحمد لله يعني هذا الشيء يعني يبحث على الفخر ويدل على كفاءة القطاع الصحي عندنا في السعودية الحمد لله. لا شك دكتور، كثير دول يعني أعلنت أنها ستستخدم علاج الملاريا أو استخدمت علاج الملاريا لمواجهة هذا الفيروس، هل تم استخدامه في فرنسا وهل كان بالفعل ناجعا للحالات المصابة؟ طبعا الجواب من شقين، هل تم استخدامه؟ نعم استخدامه، لكن بشكل مقنن جدا عن طريق أطباء الأمراض المعدية. الشق الثاني هو طبعا هو أكثر يعني ممكن يساعدك في الإجابة هذه على الطبيب المتخصص في أمراض المعدية، لكن إلى الآن في دراسات يعني سريرية ما في أي حاجة إلى الآن مثبتة 100%، إلى الآن في دراسات سريرية لهذا الدواء سواء في فرنسا سواء في أوروبا أو في أمريكا، لكن إلى الآن ما في أي دراسة تثبت علميا فائدة المرض، ونحن ننتظر يعني فائدته ضد المرض ونحن ننتظر النتائج يعني. وأكثر واحد يعني ممكن يفيدك فيها شخص متخصص فعلا في الأمراض المعدية. جيد، أبغى أعرف تعامل السفارة السعودية معكم، كيف استقبلوا المبادرة اللي أطلقتوها، كيف تم تعاملهم معكم خلال الأزمة بشكل عام، يعني قبل المبادرة وبعد المبادرة؟ طبعا انا احب استغل هذا المنبر، طبعا من بدايه الازمه يعني حتى قبل ما 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 تزيد الاعداد بشكل كبير في فرنسا، وحتى قبل ما يعني يعلن الحظر التجول الجزئي في فرنسا، كان في تواصل حقيقه من سفاره خادم الحرمين الشريفين في باريس والملحقيه الثقافيه في باريس ممثله بسعاده الدكتور عبد الله ثنيان، كان في تواصل عن طريق الايميلات بوضع ارقام التواصل بشكل طارئ، يعني حتى في ارقام الطوارئ اللي يرد عليك احيانا الملحق، فكان يعني كان دعمهم يعني ما يقول رايتهم بيضاء وما قصروا معانا، وبالعكس يعني انا اشوف انه هذا الشيء انعكس علينا ايجابا في تقديم العون والمساعده للزملاء الفرنسيين، وهذا انعكس ايضا على الرد الملحقيه الفرنسيه في السعوديه، شكرت الاطباء على هذه المبادره. دكتور، انتم اللي موجودين ال 250 طبيب مع كلكم مع عوائلكم واطفالكم؟ نعم، في بعضنا مع العوائل والاطفال، وبعض الاخر رجع. كلمه اخيره لك يا دكتور تود انك توصلها اليوم. طبعا بس احب اطمن ان شاء الله الامور هنا مطمئنه ومستقره وما في حاجه للخوف، يعني الوالدين وكذا يسالون دائما بشكل يومي، انا اقول ان شاء الله ان الامور يعني في استقرار وان شاء الله ان نتخلص من هذا المرض، واحب استغل ايضا هذا المنبر اتقدم بالشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي الامين على دعمهم لا محدود، والامر باستمرار المكافآت للاطباء والمبتعثين بشكل عام وعدم قطعها مهما كانت الظروف. ايضا احب نوه انه هذا هو موقف الطبيب السعودي المبتعث، ليس في فرنسا فقط وانما في جميع انحاء العالم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن الجعيلي، نتمنى لكم ان شاء الله تعودون سالمين غالمين الارض والوطن، انتم تمثلون بالدرجه الاولى كل سعودي، احنا نفخر بكم امانه، يعني كنا نقرا ونفخر في عن ما نقرا اليوم من هذه المبادره، اليوم بعد ما سمعته منك احنا اليوم انا اعتقد نزيد فخر بما تقدمون من مبادرات، هي بالدرجه الاولى هي مبادرات انسانيه تمثلكم، تمثلها الوطن، تمثل أبناءه، تمثل قيادته. شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا لكل زملائك، ونتمنى لكم السلامة إن شاء الله وأن تتحقق مساعيكم بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن الجعيلي، هؤلاء هم أبناء هذه الأرض.